دلوقتي بيلعب ورجله وماشي كويس ساعات. كان كابتن جوهر الله يرحمه كده على فكره. طبعا كان يجيب لعيبه ما بتلعبش بس هو عارفها اكتر من لعيبه متالقه ساعات كده. بص فاكر طبعا وفي وساعات كده في مدرب مثلا بيقول لك انا ممكن لعيبي يبقى اجمد او لعيب احسن مثلا، لكن ممكن انا عامل حسابي ان انا مش هبدا بيه، فلو ما بداتش بيه ممكن يعمل لي صداع، ممكن يعمل لي مشكله. فاحسن ان انا اجيب فلان. فاهم قصدي ولا لا؟ يعني في افكار مدربين في الاخر. يعني زي كابتن حسن في 2010 انا وجده، هو كان عارف ان جده بالنسبه له هيبقى لعيب احتياطي، هو كان عارف ان هو مش هيبدا بيه. وحتى لو قعدت بره هتعمل مشكله. مش هعمل مشكله بس هتبقى مشكله. انا هبقى صداع. هتبقى صداع. انا نفسي الناس هتقول له في ميدو وانت في ميدو هتبقى قصه وهتبقى كل افريقيا بتتكلم ان ميدو ما بيبداش، لكن هو بالنسبه له كان حاطط في دماغه انه هو مثلا جد. هو دلوقتي لما بقيت مدرب فهمت الكابتن، فهمت هو بيفكر في ايه، لان هو كان عارف جوه مخه ان هو مش هيبدا بيا. هو عارف مش عايز بقى، مش عايز ان حد بره قايل له وعامل له قصه فالمدربين بيفكر في حاجات كتيره جدا غير الناس بشكل عام بيبقوا بيبصوا لها. يعني هديت يا ميدو انت دلوقتي فين؟ هديت يعني هديت ولا هديت ولا حاجه؟ لا هو انت بتقول له بقيت فاهم الكابتن حسن. لا وانت بقيت مدرب خلاص. ايوه بقول لك الواحد هدي بيكبر برضه وتفهم وتشتغل الشغلانه بتعرف الناس بتفكر ازاي. طبعا طبعا لما بتشتغل الشغلانه وبتشوف حاجات وبقى بيبتدي يمر قدامك نفس المواقف اللي انت كنت بتعملها، لعيبه بقى بتعملها بقيت تدي اكسكيوز للناس بعد كده. لا بس بص كل مدرب ليه طريقه لاحتضان اللعيبه. يعني مثلا اقول لك انا مثلا كل مدرب ليه طريقه. يعني مثلا انا مره في ماتش الاهلي وادي دجله اوباما وهو خارج في ماتش وادي دجله وانا كنت مدرب وادي دجله، اوباما وهو خارج مش عايز اقول لك قال ايه يعني سامعه ودني. عملت نفسك مش واخد بالي؟ لا ما عملتش نفسي واخد بالي، رحت رحت له حضنته وبوسته وقلت له ما تزعلش حقك عليا. انت اللي قلت له؟ رحت له قلت له وانا هو زعلان منك انك طلعته يعني؟ زعلان مني انا طلعته وجت في التلفزيون طلعت بوسته وحضنته وقلت له انا سامعه، انا سامعه بس مش بس انت محضر هو بتاعت. انا حضنته وبوسته وقلت له ما تزعلش حقك عليا انا مطلعك تكتك. راح بايظ دماغي. فاهم قصدي؟ خلاص هو بتلحق تلم بايظ دماغي وقال له. وفي مدرب تاني على فكره انا ماتش الجزائر وانا طالع من الملعب كنت بتنرفز جدا جدا وكنت بتاع كابتن جوهر عمل لنفسه ايه؟ الله يرحمه عمل نفسه بيدي اللعيبه ميه وبص لي بجنب عينيه عشان يعرفني ان هو سامع. وراح جايبني بعديها في مكتب كابتن سمير عادل وقعد معايا واتكلم معايا. قصه ثانيه كل مدرب ليه طريقه لاداره المواقف الصعبه.